السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في روشتة عظيمة لقيتها قريبا، سمعتها، هي روشتة مسموعة، يعني بترسم لنا طريق حياة في منتهى الروعة، في منتهى الجمال. الروشتة دي كتبها أو قالها الإمام الحسن البصري، وعرف لنا فيها تعريف جديد تماما وكلية عن كلمة الزهد. تعالوا نسمع الروشتة وبعدين نتكلم شوية صغيرين في التفاصيل بتاعتها. روشتة بيسألوا: ما سر زهدك في الدنيا يا إمام؟ أنت ليه زاهد في الدنيا؟ والزهد اللي احنا بنعرفه ان واحد مبتعد عن الدنيا، قاعد في المسجد، ما بيعملش حاجة، ما معتزل الناس. فبيسألوا: ما سر زهدك في الدنيا يا إمام؟ فقال: أربعة أمور. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يشتغل به وحدي فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الموت يلاقيني فأعددت الزاد للقاء ربي، وعلمت أن الله مطلع علي فخشيت أن يراني على معصية. طيب، يعني زي ما قلنا روشتة للحياة في أربع أمور، ووضح فيها حاجات كثيرة جدا للإمام. قال فيها الأولانية إنه رزقك جاي لك، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. رزقي جاي لي، بس هل ده معناها إن أنا أستكين؟ يعني عشان الرزق جاي لي أقعد في البيت وأستنى إن السماء تمطر ذهبا وفضة؟ لا طبعا، وده وضحها في النقطة الثانية، وأمثلة كثيرة على إن ده حتة الاعتزال، وإن أنت ما تعملش حاجة، وإن رزقك جاي لك دي نظرية خاطئة. سيدنا عمر بن الخطاب عدى على رجل معتكف في المسجد، كل ما يعدي عليه في الطريق هو قاعد راشق في المسجد. فسيدنا عمر بن الخطاب استغرب، فبيسأل الراجل ده: من ينفق عليك؟ انت يا عم قاعد في المسجد على طول، مين اللي بينفق عليك؟ فقال له: اخوي او اخي ينفق علي. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له: والله لا اخوك اعبد منك، يعني اخوك اكثر عبادة منك، ان انت قاعد في الجامع وقاعد في عادي ما بتعملش حاجة ومتصور ان ده عبادة وان دي هي اللي هتجلب لك الرزق، فانت مخطئ تماما. السيدة مريم العذراء وهي يعني ده افضل نساء العالمين، يعني ان الله طهرك واصطفاك، ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، افضل نساء العالمين بلا نقاش بشهاده القران وكلام الله سبحانه وتعالى. لما كانت في اشد الحاجه وهي جاءها المخاض، ده بتولد يا اخواننا، ده احنا اللي ست يقول لك ده بعد ما بتولد تقول لك انا نفسة، يعني هتقولي اكل وانا قاعده ومش قادره ومش ظهري ومش ده. ده هي جاءها المخاض، تخيل، وهي في هذا الضعف، وهي اللي كان بيجي لها على فكرة كان بيجي لها الرزق، رزق الصيف في الشتاء ورزق الشتاء في الصيف، وهي قاعدة في المحراب بتاعها كان بيجي لها رزق لحد عندها. لكن ربنا بيديك مثل عظيم ازاي ان انت لازم تعمل ولازم تشتغل، انه لما جالها المخاض قال لها ايه: وهزي اليك بجذع النخلة. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى بيطلب من خير النساء العالمين في الوضع الصعب ده، وهي تعبانة وهي بيجي لها المخاض وبتولد، ان هي تعمل اقل، يعني اعملي والرزق هيجيلك. طبعا انت لما تيجي تبص عليه حقيقة، روح انت كده وانت شحط وطويل وعريض وجسمك جامد، او واحد زيي، روح هز نخلة كده حاول تنزل منها تمر او بلح، استحالة، ده لازم واحد يطلع يتسلق عمل شاق جدا. لكن هو ربنا بيديك المثل، اعمل بس، انت هز مالكش دعوة، اعمل اللي عليك. فمهم جدا ان علمت ان رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، القلب اطمن، لكن العمل ده مهم جدا. فاعمل واعمل زي السيدة مريم، زق النخلة هيجيلك او التمر هيجيلك لا محالة. الخطوة الثانية اللي هو بيتكلم فيها على ان احنا متصورين زي ما قلنا الزهد ده ان انت تعتزل الدنيا والحياة، دي مش كده خالص، والحياة مش كده، ده بالعكس، الحياة تفاعل، وان انت تنشر علم، وان انت تشارك، وان انت تبقى عضو فعال في المجتمع، وهو ده اللي ناقصنا. الجزء الثاني اللي هو قالها ايه: وعلمت ان عملي لن يشتغل به غيري.
فاشتغلت به وحدي. يعني شغلك اعمله، بلاش تكسل، ما تقعدش بقى ترمي على ده وانت بتعمل ده وانت قاعد بعمل بس بتلم غلة. لا، ده انت في الحياة لابد انك بإذن الله تعالى تعمل اقصى ما في وسعك علشان ان انت تجيب او ان انت تحقق الهدف منه. عمل يبقى فيه جزء ان رزقي جاي لي فمطمئن قلبي، فانت بقى بعد ما تطمن قلبك اشتغل، اعمل بقى اللي عليك، اللي هو ان انت العمل ده اشتغل به وحدك، طبعا مع تيم ومع فريق وان انت يبقى فيه تفاعل، لا خلاف، لكن العمل لابد ان ينجز. ما فيش حته التكاسل، الاسلام والدين والحياه ما فيهاش التخاذل والمتكاسل، المتكاسل بيتاكل. وزي ما انت شايف أمتنا محتاجة إن إحنا نتحرك، محتاجة إن إحنا نبتدي نشتغل. قعدة القهاوي وقعدة الضومنة والطاولة والفرجة على التلفزيون والسوشيال نتوركينج فيها مفيدات أو فيها فوائد، لكن هي إذا ما كناش هناخد الفوائد ونتجنب العيوب روحنا في داهية. وده اللي حاصل معانا، الأمم تتكاد إن هي وإن تتداعى الأكل إلى قصعتها، أو نحن من قلة يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثرة ولكن كغثاء السيل. إحنا غثاء السيل، محتاجين نغير ده. بقى هنغيره ازاي؟ عمل وعلم وعبادة، دي الخطوة التانية. الخطوة التالتة بعد ما قال الروشتة الأولانية رزقي جاي لي فاطمئنت قلبي مش متكاسل، التانية عملت عملي لأنه محدش هيعمله غيري فاشتغلت به وحدي، التالتة بقى اللي هو أنا الحياة وسيلة، الحياة مرحلة. الزهد مش معناها ان انت تتجنب الحياة، الزهد معناه ان انت الحياة ما تبقاش منتهاك، الحياة الدنيا دي ما يبقاش هي الهدف في حد ذاته، الحياة وسيلة علشان الهدف الأسمى والأكبر ألا وهو الآخرة ولقاء الله، لأن هو ده الحياة الأبدية. يعني وإن الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الأبدية. الحياة بتاعتنا دي حالة قصيرة، كلنا زوار عابرين، إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل استراح تحت ظل شجرة ثم تركها وراح وانصرف. إحنا في محطة وكله بينزل، وعارفينها مش فلسفة لكن حقيقة. أنت الحياة الدنيا دي لابد أن أنت تستغلها للحياة الأبدية أو للآخرة بتاعتك، بس ما ينفعش أن أنت تتقوقع وتنعزل وتبقى بمنأى عن المجتمع بتاعك. لابد أن أنت تتفاعل بتاعك، لكن وجهة نظرك أو اللي أنت شايفه وعينيك على الآخرة، فتتفاعل مع الحياة وتعمل اللي عليك وتقدم أفضل ما عندك وأكثر ما في وسعك. زي ما قلنا نتعلم ونعمل ونساعد الناس ونبني المجتمع ده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام ادونا الأدوات وادونا الوسائل وادونا اللي بيسموه الجايدنس، اللي هو التوجيه، اللي هو قرآن وسنة، إن إحنا نوصل بيها للمرحلة التالتة. فقالت الخطوة التالتة بعد ما اطمأن قلبي بالرزق وإنه عملي أشتغل بيه لوحدي، الجزء التالت ألا وهو وعلمت أن الله مطلع علي فخشيت أن يراني على معصية. هو قاعد وهو في حياته دي قاعد شايف إن ربنا شايفني، أنا خايف ومكسوف إن ربنا يشوفني وأنا بعصي. شوف قد إيه اللي هو شايف البتاع ده. أنا مش شايف ربنا بس في أوقات معينة، أنا مش شايف ربنا بس لما بروح المسجد، أنا مش شايف ربنا بس في صلاة الجمعة، أنا مش شايف ربنا بس في الحج والعمرة، لا لا لا، ده أنا شايف ربنا في كل الأوقات. الله مطلع علي فخشيت أن يراني على معصية. المعصية دي بقى ممكن تكون صغيرة كبيرة، لكن هذه الرؤية وهذا الفيجن إن ربنا شايفني ومحيط بي وإن هو يعلم السر وأخفى، بيخليني إن أنا قاعد ماشي على صراط سليم وسوي، ما بروحش ما يعني حتى لو اتشديت، واحنا طبعا كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، ماشي هنتوب بس انت شايف النقطه دي، فكل ما بتتشد في ناحيه بترجع. فتحت لقيت، وان احنا طبعا الله يكون في عون الناس والله يكون في عون اولادنا والله يكون في عون المجتمعات من السوشيال ميديا والحاجات اللي بتجيلك والمتاجره دلوقتي، بكل ما كل حاجه بقت رخيصه وكل حاجه بقت متاحه، لكن ازاي ان انت كل ما تتشد ده ربنا يعني ربنا معايا، يعني خشيت أن يراني على معصية، يعني خايف. شوف قد إيه هو الراجل ماشي على الروشتة دي الأخيرة، إن هو وعلمت أن الموت يلاقيني فأعددت الزاد للقاء ربي. في الآخر هو أنا رايح فين؟
كم من يعني عاش مين اكتر ناس عاشت؟ هنقول سيدنا نوح وجيله والجيل القديم قعد 58، لكن في الاخر راح فين؟ هتعيش 58 وفي الاخر ايه؟ يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. تلاقيه سبحانه وتعالى قدامك، هتقول له ايه؟ وانا هقول له ايه؟ انا ما بكلمش، انا بكلم نفسي. هقول له ايه؟ والله العظيم حقيقة هقول له يا رب انا قلنا كنت بعمل ايه؟ السنين اللي انا عشتها دي، يعني واحد خلاص اهو بيقارب او بيشارف على الستينات او على الستين، هقول له ايه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ جسمي عملت فيه ايه؟ مالي عملت فيه؟ صحتي عملت فيها ايه؟ علمي عملت بيه ايه؟ وكل ده هنتسأل عليه. فاقصد انه الروشتة جميلة وسهلة، ولو حطيناها استعملنا هذه الروشتة اللي هقول اللي هي روشتة عملية، يعني عارف اللي هي براكتيكال، اللي هي بتنفذها النهاردة، نفذها، رزقي جاي لي مش خايف، انا قلبي مطمن، والله العظيم قلبي مطمن، ما عنديش شغل، قاعد مطمن، مش بس مش قاعد ان انا ما بشتغلش، لا، علمت ان عملي لن ياخذه، لن يشتغل به غيري، فاشتغلت به وحدي الثانيه، فقاعد بشتغل وبدور وبتعب وبعلم وبعد. الجزء الثالث ربنا شايفني، فانا مش عايز يشوفني او ابقى يعني يشوفني وانا بعصي، يا لهوي. والرابعه ان هو الموت يلاقيني، الموت قدامي، رايح له كل يوم بيعدي، كل ساعه وكل لحظه احنا بنقرب، والله ما حدش عارف هنروح فين حقيقه، ايه اللي هيحصل بعد شويه، انا مش عارف ولا حد فينا عارف. فنسمع الروشتة وننفذها وبإذن الله خير. يبقى نقولها تاني مع بعض. سألوا الإمام حسن البصري: ما سر زهدك في الدنيا يا إمام؟ وعرفنا أن تعريف الزهد غير الزهد اللي احنا متخيلينه، اللي هو القوقعة أو أن أنت بتتقوقع أو أن أنت ما تتفاعلش مع المجتمع، ده غيره خالص. ده بيدينا ديفينيشن للزهد. الزهد أنه هو التارج بتاعه مش الدنيا، الدنيا وسيلة ومطية يوصل بها للآخرة، بيعمل على قد ما يقدر، وممكن يبقى غني وممكن يبقى عنده فلوس كثيرة وبتاع، لكن موجهة إلى الآخرة، وهو ده. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يشتغل به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الموت وعلمت أن الله مطلع علي فخشيت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت يلاقيني فأعددت الزاد للقاء ربي. ربنا ينفعنا يا ربي باللي علمنا به، وإن شاء الله كلنا نحاول إن احنا نساعد بعضينا، وإن احنا إن شاء الله ندعو البعض بظهر الغيب، وربنا يتقبل منا، وإن شاء الله تكون النهضة، نهضة الأمة هتيجي منكم وهتيجي من أولادكم وهتيجي من أحفادكم. انفست، يعني استثمر فيهم، اديهم، ما تسيبهمش. المجتمع اللي حوالينا مجتمع صعب جدا، بيشدهم في حتت بعيدة جدا جدا عن الأساس، وهم مستهدفين وإحنا مستهدفين إن هو يبعدك عن هذا الدين العظيم الجميل، اللي هو زي ما بقولك كله خير، وهو ده اللي احنا لازم نجتهد فيه ونجاهد فيه انفسنا، ونحاول ان احنا نقضي وقت اكتر مع اولادنا. كثف وقتك، بدل ما تقعد تتشغل بالتلفزيون والسوشيال ميديا وان انت تبعد، اقعد معاهم، اقرا قران، ساعدهم، اديهم خبراتك. الجد يقعد مع احفاده، علمهم، روحوا زوروا بعض، ساعدوا بعض. والله العظيم هذا الدين عظيم، ان هذا الدين متين، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. كل الناس اللي بتحاول تشدنا أو تبعدنا عن الدين سيغلبون، والناس الحركات الإلحادية والحركات اللي هي بتحاول تفصلنا عن ديننا، الدين هو الأساس، شاء أم أبوا، والله متم نوره ولو كره الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة طيبة مباركة، أشوفكم على خير يا رب العالمين، مع السلامة.